عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي وشعارات أبناء القبائل وسن الثنايا في هذا الصباح. وعلى بركة الله ينطلق الشوط الخامس عشر الخاص للبكار من مسافة 8 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط تيوتا لاند كروزر بيكاب. نسير ونبدأ مع البداية ومع أول الأسماء وأول التحديات. هناك جبارة عبد الله بن سالم بن محمد اللخن العفاري يقدم لنا جبارة مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز القادمة قند بشعار جابر، وهنا جابر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يقدم لنا قند، وتتسلل من الجانب الآخر. هناك قناضة بشعار حميد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم غناضة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت القادمة ريبة بشعار سعيد بن بطي الزعبي يقدم لنا ريبة مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز غند جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. خامس المراكز المتقدمة والمنطلقة سمحة بشام بن محمد بن فهد الرزق العجمي يقدم سمحة مع خامس الأسماء. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة والمنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. ونعود مع الصدارة مع أول المراكز جبارة عبد الله بن سالم بن محمد العفاري يقدم جبارة مع أول المراكز وأول التحديات. ثاني المراكز غناضة بشعار حميد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم غناضة مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز وصلت القادمة ريبة سعيد بن بطي الزعبي المقامر يقدم لنا ريبة مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز سمحة بشعار بيشان بن محمد بن فهيدا الرزق العجمي يقدم لنا سمحة مع رابع المراكز شعار بن بيشان بن سيف الماجد النعيمي يقدم شقرة مع خامس الأسماء. نتيجتنا الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحموا عد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة. ولنا عودة مع البداية، لنا عودة مع المثلث الذهبي الذي ينطلق هناك على بداية هذا الشوط. البداية جبارة عبد الله بن سالم بن محمد العفاري يقدم لنا جبارة مع ثاني الأسماء أو مع أول المراكز وأول التحديات. جبارة عبد الله بن سالم بن محمد العفاري يقدم لنا جبارة. ثاني المراكز شعار النيادي مع قناضة حميد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم قناضة مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث الأسماء وصل شعار بن بيشام بدأ يتسلل من هنا من مركز إلى مركز من الجانب الآخر ويقدم لنا سمحة. هنا بيشام بن محمد الرزق العجمي يقدم سمحة مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل شعار الزعبي يقدم لنا ريبة سعيد بن بطي الزعبي مع رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز المتقدمة قند جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، للخمسة المراكز المنطلقة هنا، للخمسة المراكز المندفعة، وهناك أسماء وشعارات لم يحم موعد دخولها. نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة.
ونعود إلى أول الأسماء وأول التحديات. جبارة على البداية، عبد الله بن سالم بن محمد الإعفاري يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز شعار بن بيشان يتقدم مع سمحة بيشان بن محمد بن فهد الرزق العجمي مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز وصلت ريبة سعيد بن بطي الزعبي، يقدم لنا ريبة مع ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز وصلت القادمة هناك قنج جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، وخامس المراكز وصلت القادمة قناضة حميد بن سعيد بن عامر النيادي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ننوه للجميع بأن سوف يتم نقل البث إلى قناة الريان القديمة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سوف يتم البث لهذه الرياضة لقناة الريان القديمة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نعود إلى مجريات وتحديات هذا الشوط. غير بن بيشان، غير إلى الانطلاق الأول. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة. هناك سمحة بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي يغير مع الصدارة، وثاني الأسماء وصلت غند جبر بن جاسم بن ربيع الخواري، يقدم غند مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت القادمة والمنطلقة بروق حسن بن زايد بن حسن العتيبي، يقدم لنا بروق، وأيضا نرى الاسم الذي تسلل من العمق، وصل الاسم القادم وغير إلى الصدارة. وصلت هنا الظبي خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي، وصل مع الظبي من بدأت تتسلل من مركز إلى مركز، وغيرت إلى الصدارة. الظبي خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا الظبي. ثاني المراكز من الجانب الآخر بروق حسن بن زايد بن حسن العتيبي، وثالث المراكز وصلت القادم الفايزة محمد بن مسلم بن حمد بن حمرور العامري، يقدم لنا الفايزة مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت سمحة بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، وصل بن بيشان مع رابع المراكز. خامس الأسماء غند جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الخواري، يتقدم مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ولكن أرى الأسماء وش الشعارات التي خلف دائرة النداء والإذاعة، أرسل جارف من قبل هذه الشعارات غادمة من أجل الفوز، من أجل الانتصار، من أجل التيوتا لاند كروزر بيكاب عند خط النهاية. لوحة العبور 3 كيلومترات ما تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار والبداية والمقدمة. بروق حسن بن زايد بن حسن العتيبي يقدم لنا بروق مع أول المراكز وأول التحديات. ثاني المراكز الظبي خالد بن حمد بن اسماء، ولكن أعود مع الصدارة. الظبي خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا الظبي مع البداية. بن قناص، بن قناص مع ثاني المراكز، مع الوطن محمد بن الحزمي بن قناص العامري، العامري والزعبي. اللحظات الأخيرة بن قناص والزعبي، الظبي والوطن. الله الله، الظبي بشعر خالد بن حمد الزعبي، الوطن محمد بن الحزمي بن قناص العامري، غير بن قناص انطلق الى البداية. الوطن محمد بن الحزمي بن قناص العامري، العامري يقدم لنا الوطن محمد بن الحزمي بن قناص العامري. تهانينا تهانينا والناموس لبن قناص على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، على فوز الوطن. الوطن بشعار محمد بالحزمي بالقناص العامري، فتهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت فيها الظبي خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي، وثالث المراكز، ثالث المراكز الظبي ناصر بن راشد بن ناصر الزبدال المري، ورابع المراكز الفائزة محمد بن مسلم بن حمد بن حمرور العامري، وخامس المراكز
خامس المراكز وصلت فيه روعة علي بن سالم بن علي الكتبي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لمالك الوطن على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني 13 دقيقة 4 ثواني 82 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بالحزمي بقناص العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت فيها الضبي، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 6 ثواني 10 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي. وثالث المراكز وصلت فيه الضبي أيضا 13 دقيقة 7 ثواني 68 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لناصر بن راشد بن ناصر الزبده المري. فتهانينا والناموس للجميع.